حاول تهريب 55,000 دولار كواليس القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد. إليكم التفاصيل كاملة، ولكن قبل ذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة. ألقت قوات المباحث بمطار القاهرة الدولي القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد، وذلك خلال سفره خارج البلاد محاولا تهريب 55,000 دولار. وقال مصدر إنه جرى ضبط إسلام سعد أمس خلال سفره إلى تركيا، حيث استوقفه رجال المباحث لسؤاله عن الأموال بحوزته والتي تخالف الإجراءات المنظمة للسفر للنقد الأجنبي. وأوضح أنه تم عرض مصمم الأزياء على جهات التحقيق التي قررت إخلاء سبيله بكفالة مالية، وحددت الجمارك الحد الأقصى المسموح به للنقد الأجنبي وهو 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، ويسمح لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ بشرط أن يكون قد أفصح عنها عند الوصول، ويجوز حمل أوراق من النقد المحلي في حدود 5,000 جنيها مصريا. ولهنا نكون وصلنا إلى نهاية خبرنا. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.